السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله تكون حلقة جديدة من سوك انفستيجيشن كورس، وفي الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم فيها عن الثريت انتليجنس في الدي بتاع السوك اناليست، يعني السوك اناليست ديورينج الشيفت بتاعه او ديورينج الدي بتاعه ايه الويب سايتس اللي بيحتاج ان هو يدخلها او ان هو يستخدمها علشان يبص على اي بي او دومين او هاش او اي حاجه من الاي يو سيز اللي بتكون انديكيتور اوف وجود اتاكر او انديكيتور ان احنا اننا كومبرومايزد. فطبعا كل ويب سايت من اللي احنا هنعمل له اكسبلور النهارده ونبص عليه هو مختلف عن الويب سايت التاني وبيقدم داتا مختلفه وريلابيليتي مختلفه. يعني انا ممكن حاجه، يعني احنا هنشوف مثلا الاجنده ان شاء الله معانا هتكون الابيوز اي بي داتابيز في اكس فورس في فيروس توتال. في ابيوز اي بي داتابيز انا بعتمد عليه في حاجات معينه رغم ان هو ممكن يكون بيقدم لي نفس الداتا او نفس الفيدز اللي بيقدمها لي فيروس توتال ونفس الفيدز اللي بيقدمها في اكس فورس، ولكن انا بس بعتبره ريليبل سورس انفورميشن او ادق في حاجات معينه. نفس الكلام في اكس فورس ونفس الكلام في فيروس توتال. فده الكلام اللي هنتكلم فيه النهارده. طبعا انا عايزك تكونسيدر كام حاجه. اول حاجه ان الكلام ده من وجهه نظري انا او من خلال خبرتي انا خلال ما اشتغلت على الثري ويب سايتس دول. تاني حاجه عايزك تعرف ان في ويب سايتس كتيره جدا، في بلاتفورمز كتيره قوي، وكل حاجه ممكن يكون في حاجه افضل. ممكن الكلام اللي انا بقوله ان انا مثلا بعتمد على ابيوز اي بي داتابيز في حاجه في حالات معينه واكس فورس في حالات معينه وان فيرتشوال ريلايبل في حالات معينه ممكن يكون غلط، ولكن زي ما بقول لك هي وجهه نظر وفي نفس الوقت اكسبيرينس خبره، فالخبره دي بتختلف من حد للتاني. احنا النهارده هنتكلم على 3 ويب سايتس دول. وجود حاجة تانية مش بنقلل منها ولكن ممكن تكون فعلا مهمة، ولكن احنا انت عارف ان الحلقة بتكون مدتها قليلة وبتكون بنتكلم عن حاجة على مين توبكس. فالمين توبك هيكون معانا abuse IP database وكس فورس وفيروس توتال. دي سامبلز هنبتدي نتست عليها ونشوف ايه الفرق ما بين البلاتفورمز لما بنيجي نتست السامبلز دي وازاي نستخدمها. ان شاء الله هنكسبلور كل البلاتفورمز او الويب سايتس اللي معانا، وان شاء الله هنكفرها كويس جدا، وان شاء الله يعني هنشوف كل الفيتشرز الجديده بالذات فيروس توتال واكس فورس. خلينا نتوكل على الله. اول حاجه ابيوز اي بي داتابيز. ابيوز اي بي داتابيز فكرته ان حضرتك بتكتب هنا مثلا اي بي، والاي بي ده مثلا عايز اقول 10 10 10 10 مثلا. انا بتشيك انا هلاقي ان هو بص بيقول لك ان مش موجود was found in our، لا was found in our database. فهنا ناس عامله له reporting مثلا ان هو بورت سكان، بس بص هنا برضو مطلع لك حاجه بيقول لك important note ان ده private IP اصلا، يعني انت خد بالك برضو بيقول لك طبعا ده internal environment والكلام ده كله. طيب ايه الفكره بقى في الريلابيلتي بتاعت abuse IP database وامتى بستخدمه؟ abuse IP database حضرتك لو تيجي تريبورت مثلا هنا 10 دوت 10 10 10 دوت 10 10 ده اللي هو انترنال اي بي اصلا، هتلاقي هنا في ال طبعا مش هعمل لوجن، احنا غيرنا الاي بي بدل ما نستخدم 10 دوت 10 عشان ما فيهوش انت تقدر تعمل ريبورتنج، ممكن يكون لان هو اصلا برايفت اي بي. انت لقيت الاي بي ده مثلا جاب بيعمل سكاننج عليك، فانت هتعمل ايه؟ هتروح تعمل ريبورت الاي بي ده. وانت بتريبورت هتلاقي بص ان هو DNS compromise, DNS poisoning, open proxy, brute force, hacking, SQL injection, brute force. لو لاحظت ويب ميل سبام، لو لاحظت كلها حاجات من بره لجوه، فيشنج، بينج اوف ديث اللي هو برضه ديدوس، فكلها حاجات من بره لجوه، كلها حاجات جايه لك من بره داخله على حضرتك لجوه. يعني ايه؟ يعني انا هعتمد على abuse IP database في حاله واحده بس او في اكتر من حاله، بس في الحاله دي هتكون اندر كونتكست من ريموت للوكال مش العكس. طب ايه الحالات اللي بتبقى من لوكال للريموت؟ يعني مثلا عندك كوماند اند كنترول سيرفر، احنا مش هنعتمد على ابيوز اي بي داتابيز في الكوماند اند كنترول سيرفر، لان ابيوز اي بي داتابيز هو زي ما قلت لك كده هو بيعتمد ان في حد هيعمل ريبورت مثلا في الاي بي ده، فحضرتك هتخش هنا تكتب الاي بي كده مثلا تدور عليه هنا تلاقي ان ده بص في هنا مثلا مش عارف مين ده حد عمله ريبورت ان هو بورت سكان وكاتب اهو كومنت وكاتب ديتيلز، فدي ناس اصلا هي اللي عامله له ريبورتنج يعني هاكينج مش عارف ايه مش عارف ايه. طيب لو خدنا نفس الاي بي ده، طبعا هنا هو بيقول لك ان هو
ادى الكونفيدنس اوف ابيوز ان هو 100%، يعني حصل له اكتر من ريبورتنج. هو على عدد ريبورتات، هو ريبورتد 1239 مره، فعلى عدد معين من الريبورتات بيبتدي ان هو يوصل الكونفيدنس لليفل معين، يعني ممكن يقول لك 100% 70% وهكذا. خلينا ناخد الاي بي ده بقى نبص عليه مثلا على الاكس فورس. احنا لسه ما رحناش الاكس فورس، بس خلينا اكسبلور واحنا بنشرح ابيوز اي بي داتابيز. يعني لو رحنا هتلاقينا برضو سكاننج اي بي، من الاي بي جاي من روسيا، ودي الاورجانيزيشن نفس الكلام، وده الريجسترنت نيم، ونفس الكلام تقريبا اللي هو موجود هنا. طيب امتى بقى، امتى ممكن يكون الكلام ده مش موجود على اكس فورس؟ يعني امتى ممكن نلاقي هنا حاجات ومالهاش على اكس فورس؟ هل ده بيحصل؟ بيحصل. انا جايب لك سامبل معايا النهارده السكاننج اي بي ده، اي بي ان هو المفروض سكاننج، هوريه لك. بالذات على فكره الحاجات بقى اللي هي لسه جديده، يعني على سميها الزيرو داي مثلا، الاي بي ده بدا ان هو يحصل له ابيوزنج قريب، فبدا الناس تريبورت قريب، ما حصلوش لسه اناليسيس بقى، وما بقاش ليه ريبيتيشن والكلام ده كله. فانا مثلا تشيك الاي بي ده، بص تلاقي برضو هنا ريبورتد كام مره، 1121 مره، كونفيدنس ليفل 100%. دي طبعا الدومين نيم، او ده الكامبن يعني بتاعته، ده الاي اس بي، ده اليوزج برضو. انا خد بالك اليوزج ده مهم قوي. هو بيقول لك هنا فيكسد لاين، ممكن يكون دايناميك. دايناميك يعني زي الراوتر اللي عند حضرتك في البيت، كل شويه بيحصل له تشينج. فيكسد لاين بيكون سسبيشس اكتر، ان هو بيكون سيرفر مثلا موجود في كلاود، في كلاود مثلا سيرفيس، وبتقدم الاتاكرز مثلا بيستخدموه ان هم في السكاننج، في السكاننج اكتيفيتيز او في ريكونيسنس. يعني بص بقى ان الريبورتنج هتلاقي هنا ده الريبورتنج بتاعه من ساعة، بروت فورس، بروت اس اس بروت فورس، ها كل الناس بتتكلم ان هو بروت فورس، وبيعمل اس اس اتش على الايه، بروت فورس سوري، على الاس اس اتش. ناس كتير قوي بتتكلم ان هو بيعمل بروت فورس على الاس اس اتش، فاي هيتنج عند الاي بي ده وانا شاكك فيه، فممكن انا ما عنديش فيزابيلتي مثلا على الاس اس اتش سيرفر، فلا يبقى الاي بي ده ممكن يكون بيعمل ايه، بيعمل سكاننج، او بيعمل بروت فورس، بيحاول بروت فورس الاس اس اتش اكونتس اللي عندي. طيب تعالى نشوفه بقى على اكس فورس اي بي داتابيز. هو ده اي بي المفروض ان هو من بره. بص كلين، احنا لقينا ان هو كلين. طب هل هو دايناميك؟ لا، مفيش حاجه هنا بتقول ان هو دايناميك، فهو كده معناه انه مش دايناميك. بس على اكس فورس كلين، في حين ان هنا بص قد ايه، وريبورتد كام مره، واكتر من حد عملوا ريبورتنج من دول مختلفه، والكونفدنس بتاعته 100%. فده تعرف ان ده، علشان كده انا بقول لك انا بفضل ان انا استخدم ابيوز اي بي داتابيز في الحته بتاعت الاي بيز اللي جايه لي بحاجه من بره، جايه لك بميل بقى، جاي لك بهيتنج على الفاير وول، البرامتر فاير وول، جاي لك باي اكسس مثلا ار دي بي، باس اس اتش، وهكذا. بنعتمد على ابيوز اي بي داتابيز. بالمناسبه انا عامل سكريبت هتلاقيه في البايثون ثريت انتليجنس بلاي ليست، عامل سكريبت الابيوز اي بي داتابيز، يقدر ان هو ياخد الداتا، ياخد اكتر من 1000 اي بي في دقيقه، يرجع لك بريزلت في اكسل شيت بكل الداتا دي، بالكونفيدنس ليفل، وريبورتد كام مره، وايه الكومنتس المكتوبه كمان، وكل حاجه. طيب دي اول حاجه، ده ابيوز اي بي داتابيز، وعرفنا ممكن نستخدمه في ايه. نخش بقى على المعلم فيروس توتال. فيروس توتال الفتره الاخيره دي اتضاف له فيتشرز كتير قوي قوي، واتضاف له شويه حاجات لطيفه جدا، وبداوا الناس يطوروا فيه لدرجه ان انا بقيت بصراحه بنبهر بالفيتشرز الجديده اللي فيه، وبقيت بحب جدا ان انا اكسبلور فيروس توتال حتى في حاجات اللي هي الزيرو دي، وهوريك دلوقتي ليه. احنا معانا النهارده سامبل، عندنا خلينا ناخد السي ان سي دومين، واقول لك برده امتى بنستخدم فيروس توتال. بص فيروس توتال، انا ده من رايي برده، فيروس توتال استخدمه اكتر في الحاجات اللي من جوه لبره. يعني عندك يوزر بيطلع على دومين، انت شاكك في الدومين ده، استخدم فيروس توتال. حتى لو الدومين ده ملوش ريبيتيشن، هوريك ليه دلوقتي برده، هوريك تعرف ازاي. طيب لقيت مثلا فايل عندك وعايز وعنده فيه هاش وعايز تشيك على هاش، استخدم فيروس توتال. فيروس توتال او اكس فورس، خد بالك يعني انا برضو من واقع الخبره اللي قابلتني، ان انا يعني ان انا مثلا ساعات الاقي هنا الهاش كلين، او ما الاقيش الهاش اصلا اندفايند او انون،
بس هنا على اكس فورس الاقيه مثلا ماليشيس، لان فيروس توتال الميكانيزم بتاعته في ان هو تشيك الهاشز بيزد على الفيندورز انتي فيروسز زي ما انت عارف. هنا لا، هنا الهاش بيكون مختلف، اوريك الميكانيزم اللي هم بيعتمدوا عليها. هم عنده اصلا تيم في اكس فورس، التيم بتاع الفي ريت تيمينج، وفي او يعني اتلانت تيمز مثلا، ثريد جروب سيدا ثريد انتليجنت، في تيم بتاع مالور اناليسيس، في بتاع ثريد اكتيفيتي وهكذا. فهم عندهم تيمز، فالميكانيزم بتاعت الريبورتنج بتاعت الهاشز بالذات مختلفه عن فيروس توتال. طبعا احنا بس بنافيجيت، يعني انا مش لسه ما شرحتش فيروس تو اكس فورس، بس بروح له علشان بس نقارن واحنا شغالين. طيب احنا خدنا الدومين كوبي بيست تقريبا، ناخده تاني، ناخد الدومين هنا الدومين، خلينا نقول يو ار ال او سيرش. يو ار ال خد بالك لما تيجي تسبميت حاجه مش معموله سبميتنج قبل كده. تعال نشوف الدومين ده معمول سبميتنج قبل كده ولا لا. بص انا هنا لقيته ماليشيس، بس خد بالك لما بلاقي بس، لما بلاقي بس، بص انا عندي ايه ده، خد بالك ده فيندور واحد بس ولا عامل انه ماليشيس، وفيندور يعني شكله مش قد كده، انا مش عارف ايه سي ار دي بصراحه دي. فهي انا اول ما اشوف حاجه زي كده بصراحه، وان يير كرييشن، انا ما اشوف حاجه زي كده بصراحه. ولا ده مش سي ان سي سيرفر هول نو كلين، لان انا معظمهم بيقول ان هو حتى بص مش واخده للريد، يعني ده الكوميونتي سكور، يعني هو ما فيش حد في الكوميونتي. او لا هنا في ناس في الكوميونتي اهو بتقول ان هو في يعني هو حتى ما بتفهمش هو ما كاتبين ايه، يعني هما كاتبين ريليشنز بس خلينا برضو احنا هنا كنا في الديتكشن. فهنا في الديتكشن بيقول لك ان هو وان بس وان فيندر هو ده عمل ديتكشن ان هو از ماليشيس يعني، والباقي بيقول انه كلين. فانا لو اعتمد على دي انا هقول انه كلين. خد بالك طيب تعال نشوف في الديتيلز. شوف بقى في الديتيلز دي الكاتيجوريز بتاعت الفيندور، في فورس بوينت، في سوفوس، في بيت ديفندر، في كومودو، في مش عارف ايه، فكلهم قالوا انه ماليشيس. في حد حق في سوفوس حاله ان هو كمان كنترول، خد بالك في فورس بوينت بس بص برضو هو وان فيندور قال ده، قال ان هو كمان كنترول، باقي كله بيزنس موبايل كوميونيكيشن سسبيشس كونتنت وهكذا. طيب انا عايز بقى اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، في هنا تاب اسمها ريليشنز. ريليشنز دي حاجه اضافت جديده من مايكروسوفت، من سوري من فيروس اعتقد بقى لها سنه او نص يعني او سنتين في الحدود دي. ريليشنز هو حاجه ايه، حاجه لطيفه جدا. هو بيكون عنده زي جراف كده، او الجراف هو بيكون عنده زي جراف، الجراف ده بيربط بيه الريليشنز ببعضها. بمعنى انا مثلا لقيت فايل، الفايل ده ليه هاش صح، خليني اوريك اهو. الفايلز دي مثلا ليها هاشز، انا مش عارف هو انا حاطط هاشز مش حاططها، بس هنا مثلا الفايلز دي وانا بانفستيجيت فيها، او هو السيجنتشر مثلا بتاعت الانتي فيروسز عنده، عملت للفايل ده ان هو كاتيجرايز مثلا از رانسام وير مثلا فلقى ان الرانسام وير ده طالع بيكلم الدومين ده، ها يبقى من غير ما حد يقول لي ان الدومين ده اصلا كومن ان كنترول سيرفر. انا لم سيبك يا عم من الديتكشن، لقيتها خلاص كلها كلين، وجيت على الديتيلز لقيت ان مفيش اي حاجه وكله تمام، بس اجي على الريليشن الاقي في كوميونيكيشن من اكتر من مالور، من اكتر من مالور نيم. شايف المالورز اللي بتكومنيكيت مع الدومين ده، يبقى في مشكله. وارد خد بالك برضو ركز معايا، وارد مثلا ممكن تلاقي ده جوجل دوت كوم مثلا وفي كوميونيكيشن من مالور، بس هتلاقي بقيه الكوميونيكيشنز كلين، هتلاقي بقيه البروسيس اللي بتكوميونيكيت مع مع الدومين ده كلين. انما انا عندي واضح ان بص مالورز كتيره جدا 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 بتكوميونيكيت مع الدومين ده، يبقى ده سسبيشس جدا. ممكن يكون يعني ممكن انا اعتبره ان هو ماليشس اصلا، من غير ما اعتمد على الديتكشن ومن غير ما اعتمد على الديتيلز، انا اعتمدت على الريليشنز بس. الريليشنز بتاعته سسبيشس، ليه كل المالورز دي تطلع تكلم الدومين ده؟ طيب بص حضرتك هتلاقي عندك هنا ده لا ده هتلاقي عندك هنا جراف، الجراف ده عشان تفتحه لازم تكون عامل ساين ان. هيفتح الجراف هنا حاجة روعة يعني بصراحة. فكرة الجراف، أنا عندي هنا الدومين، الدومين ده الدومين اللي أنا كنت بانفستيجيت فيه. خد بالك شوف بقى الجراف بيساعدك ازاي في الانفستيجيشن، ودي الهاشز او الفيروسز او المالورز اللي كانت بتكومنيكيت معاه،
ودي الاي بيز اللي ليها علاقه بي، يعني دي الاي بيز اللي بتريسولف ده. بص برضو الاي بيز هتلاقي فيها حاجات ماليشيس، مالور، ماليشيس، سسبيشيس. ها هنا دي ال دي اللي هو يوز ريكورد، مش دي اس اس ال سيرتيفيكتس برضو ممكن تعتبرها مثلا لو بتهنت مثلا او بتديتكت عن طريق النيتورك باكيت كابتشر، ممكن تعتمد عليها في ان انت تديتكت الدومينز اللي هي نفس السيرتيفيكت. يعني في الغالب الاتاكر بيجيب بياخد نفس السيرتيفيكت يعني. طيب هنا ده الميل، ميل بتاع نفس الدومين، فده يعني دي بقى بيقول لك خد بالك دي برضه دي السب دومينز، دي جميلة جدا عشان تكولكت اي او سيز. دي السب دومينز، دي السب دومينز بتاعت الدومين ده. طيب احنا ايه اكتر حاجة هنا دي الهي دي مش عارف صراحة ايه، بس احنا اكتر حاجة مهتمين بيها هنا الفايلز عشان نقدر نكاتيجرايز الكوميونيكيشن دي ايه. بص واضح ان هو مش استروجن انجكت، ده هنا ماليشيس، مش عارف ريبيتيشن، كلها حاجات عليها علاقة بالريبيتيشن. بس احنا ممكن ناخد ده باكر، ممكن تكون حاجات اعتقد انها كلها ده. بص انا برضو رحت فاتح ايه، رحت فاتح مالور جديد، فالمالور الجديد بيفتح لك جرافز اكتر بريليشنز اكتر وهكذا. خلينا بقى مثلا نعمل كابل ده، نرجع تاني نسيرش بيه، ده مالور من المالورز بتوعه. بقول لك بقى باك دور، باك دور، وان هو بيتكلم بي بيهيف لايك الترويجن او داونلودر، داونلودر دروبر. فواضح ان هو مش المالور نفسه، ولكن هو زي ما تقولي باك دور، او ان هو داونلودر بيداونلود مالورز تانية. لو جينا برضو هنا نشوف الريليشنز هتلاقي الدومينز، تشوف دومينز كتير قوي. طبعا دي تساعدك بقى تكولكت اي او سيز اصلا علشان خاطر تقدر تحدد مين اللي عامل لك انفكشن يعني. دي دومينز كتيرة طبعا، الدومينز دي ريليتد بالدومين اصلا اللي احنا كنا بننفستيجيت فيه، خد بالك يعني تساعدك في ان انت تكولكت اي سيز اكتر. شوف الدومين احنا كان عندنا عامل ازاي، مش مليشيس يعتبر اصلا، مش مليشيس بالنسبه لي. بس لما جيت اكسبلور الريليشنز كانت حاجات كتيره قوي وحاجات جميله جدا اقدر من ان انا اديفاين. وطبعا في هنا بيريسولف الاي بيز اهو، هنا السب دومينز بتاعته عشان حضرتك تكولكت اي سيز. هنا تقدر تختار اي مالور، ومن المالور ده تروح للاي سيز بتاعت المالور وتشوف الريليشنز بتاعته. فتقدر زي ما شفنا هنا كده تقدر تماب اكتر من دومين، يعني انا عندي اكتر من دومين هم ريليتد لنفس المالور، وممكن يكونوا زي ما تقول ايه استبن للدومين ده لو الكوميونيكيشن دي مش شغاله، فاطلع على الدومينز دي حضرتك تقدر تكولكت الاي او سيز دي كلها وتقدر تستخدمها. طيب ده بالنسبه للدومين. لو جينا انا بحب اعتمد عليه قوي في حاجات زي ما قلت لك من جوه لبره. طبعا يو ار ال، فيشنج يو ار ال، لو حضرتك حد يوزر بيفتح عندك فيشنج يور ال، حد يوزر بيطلع على سسبيشس دومين مش واثق فيه. طبعا انا عايز ناخد نفس الدومين ده برضو او نتسته على اكس فورس يعني. تعال نتست على اكس فورس. بص هنا اكس فورس هو مش قادر يديفاين ده ايه، يعني مش قادر يديفاين كام مالي ولا لا، ولكن برضو اكس فورس بيعمل حاجه حلوه. هو بيقول لك ان هو موجود في السير. انا قلت لك ان هم اكس فورس عندهم اصلا تيمز، دي من اللي بتدي الابيليتي اكتر وانها تبقى مصدر موثوق منه، انها بتعتمد على التيمز بتوعها. فهو عنده تيم واحد اسمه مش عارف اندريا مش عارف ايه كده، هو عامل ريبورت للمالور ده، وده من ضمن الاي او سيز بتاعته، وراح حاططها لك فين، قال لك ده مالور سي ان سي سيرفر، وقال لك ان ده ايه تبعه. فانت اول ما تفتح هنا تكولكت بقى الاي او سيز وتقرا ايه بريف كده سريع عن المالور ده. طيب خلينا بقى نرجع تاني لفيروس توتال. طيب احنا كده شفنا الايه الدومين، نروح للاي بي. الاي بي لما نيجي نكتب الاي بي هنا، هنا اكتر من طبعا ده اي بي مختلف يعني مش نفس الريليشنز يعني. هنا malicious malware malicious برضو ثلاثة، والباقي مش عامله خلاص يعني. انا اعتقد مش هقول ان هو مالور، او بص اقول لك انا مش هقول ان هو مالور من الحاجات دي بصراحه، من الريبيتيشن بتاعت الانتي فيروس برودكتس في الغالب بتبقى فولس بوزيتيف اصلا يعني. طيب خلينا نروح للديتيلز. الديتيلز ده الويز ريكورد هو فين والكلام ده كله ما فيهوش يعني ريزلتس. انت ممكن تستخدمها ك ك ك سوك اناليست يعني، او ك انسنت سكيورتي انفستيجيتور. طيب نروح بقى للريليشنز. الريليشنز بتاعت يعني مين اللي بيريسولف للاي بي ده. بص هتلاقي دومينز كتير قوي.
ممكن وارد يكون فيه، خد بالك وارد يكون على الاي بي ده سي ان سي سيرفر والباقي حاجات جميله ما فيهاش اي مشاكل يعني، وده طبيعي. طيب تعال بقى ننزل الريليشن في الكوميونيكيشن فايلز، بص هتلاقي بقى ايه، هتلاقي مالورز كتير هي برضه بتكوميونيكيت معايا، وده حاجه مش طبيعيه. انا لو هكتب اي بي طبيعي مش هلاقي كل المال كوميونيكيشن من المالورز دي. هنا اهو سكرين سيفر اكس اي تلاقي فيه اي بي كي، فمعنى كده ده مالور. بس ده بص بقى، بص ده الاي بي كي اندرويد فايل ما فيهوش مشاكل، فهو واضح ان هو مالور مش بيتارجت الاي بي كي فايلز، لا هو بيتارجت ايه الاكس اي فايلز او الويندوز بلاتفورم. لو لاقي حاجه ده تلاقي كل الحاجات الاي بي كي مش بتكومنيكيت معاه. طب ليه انا ممكن الاقي بي كي فايل بيكومنيكيت مع اي بي؟ الاي بي ده ممكن يكون سي ان سي سيرفر، لان زي ما قلت لحضرتك في اصلا دومينز ملهاش علاقه بالسي ان سي وملهاش علاقه بانها ما تكون ماليشس دومين هوستد عليه، فمعنى ان هي هوستد عليه وارد يكون اي بي دومين هوستد ماليشس، وارد يكون عليه ايه دومين سي ان سي سيرفر او ماليشس او بيستخدم في حاجه تانيه. فواضح ان الدومينز الكلين هي الدومينز بتاعت الاندرويد بلاتفورم، هو ان الاي بي كي بتروح كلها كلين وبتروح تكومنيكيت مع الايه مع الاي بي ده. طيب علشان اتاكد اكتر طبعا لازم اباب لدومين، يعني لازم اجيب له دومين، بس انا بوريك حاول اوريك فكره الريليشنز يعني اللي هي مضافه جديده في ايه في فايروس دوتر. طيب انا لو شفت الاي بي ده صحيح، خلينا نشوفه كده على اكس فورس، احنا برضه هنروح لاكس فورس يعني مش عايزك تتخض. بص انا لما رحت لاكس فورس لقيت بيقول لك ايه، بيقول لك ده بوت نت كوماند كنترول سيرفر، بيقول لك برضه ان ده برضه راجل اندريا برضه اهو عامله مابنج المالور، وحد تاني عندهم برضه عامله مابنج الاس اس اتش اتاك كابتشرد اون هاني بوت، هم عندهم هاني بوتس، والراجل ده حاول يروح يعمل عليها اس اس اتش بروت فورس مثلا. ودي طبعا بقى التايم لاين، احنا برضو لسه هنيجي للاكس فورس وهنريفيو كل الداتا دي تاني ان شاء الله ان ديتيلز بقى. طيب خلينا نروح للهاش، خد بالك انا على عجاله كده عشان طبعا اقعد الحلقه عشان حضرتك ما تملش، بس طبعا حضرتك اكسبلور بقى اكتر وعيش عيش وجرب ودوس اكتر، ولو في حاجه مش فاهمها سيب لي سؤال في الكومنتات ان شاء الله ارد عليك يعني. ده الهاش. طيب هنا بقى في الهاش في الديتكشن، طبعا انت عارف ان الهاش ده هو بيماب لفايل، يعني ده فايل محصول له معمول له هاشنج. هنا هتلاقي الديتكشن رانسم لوك بيت مش عارف ايه، فهو واضح ان هو رانسم وير. طبعا ده بيزد على ايه؟ بيزد على الفيندورز، شوف كام فيندور عمل له ان هو رانسوم وير. هنا بقى الساند بوكس اناليسيز، وانا بص بقول لك ساند بوكس اناليسيز بيقول لك والله ده الساند بوكس ده عمل له فلاج از مال والرانسوم مش عارف ايه، مال والرانسوم مال والرانسوم، فالكونفدنس بتعلى الثقه في الريزلتس بتعلى. هنا بيقول لك الاي دي اس، يعني انا عندي اي دي اس، والاي دي اس ده محمول له رولز في النتورك. سنورت اهو بيقول لك ان سنورت لا ان هو بيكويري تي تي ال، تي تي ال ده يعني دومين مش دوت كوم ولا دوت اورج ولا دوت نت، دومين يعني مثلا دوت اكس واي زي كده ولا الكلام ده. ده النتورك ترافيك السيجنتشرز بتاعته، مثلا بيعمل بينج اي سي ام بي بينج عشان يعمل ديسكفرنج، مثلا بيعمل ايكو ريبلاي بيسبب ميموري كوربشن ممكن يحاول مثلا حاجه زي اوفر اوفر فلو مثلا، وهكذا. ده بالنسبة للايه للاي دي اس رولز، خد بالك ده في الفايلز في الكوميونيكيشن بتاعته في النتورك. طبعا دي الليفلز بتاعت السيفيريتي بتاعت الادرس دي. طيب هنا بالنسبة للسيجما رول، السيجما رول انت عارف انها حاجة عاملة زي السيم، عاملة زي السيم رولز، كانك عندك مثلا كيوريتر او سايت انت بتحط له رول لما حاجه مع حاجه مع حاجه تحصل، هي نفس فكره السيجما رول، ولكن فكره السيجما رول بتبقى حاجه جينيريك يعني one language يعني. طيب هنا بقى بيقول لك ان السيجما رول قفشت ان في suspicious run key، سن run key بيستخدم في البريزيستنس، وهنا برضو في اوت ران كي اللي هو الاي اس بي فهو بريزيستنس برضو، فدول انديكيتور فور او انديكيتور اوف بريزيستنس يعني.
والفايل ده لوكيتد في التمب فايل، التمب دايركتوري طبعا بيزيد السسبشس بتاعته. طيب هنا بقى يارا بتروح تسكان الفايل نفسه، بتستخدم باي المالور اناليست علشان يقدر ان هو مثلا عنده داتا سيت كبيره قوي، بيقدر ان هو يستخدم يارا عشان يقدر ان هو يريديوس الداتا سيت دي، فيقدر ان هو انفستيجيت اكتر، فبيستخدم اليارا علشان يسكان المالور نفسه او الفايل نفسه. فهنا حصل سكاننج لليارا، لقى ان في سيجنتشر لوك بيت اهي في المالور ده، لقى ان في اهو يو اس سي باي باس، لقى ان في حاجات كتيره قوي مالشس ريليتد بالايه. طبعا لو في حاجه انت هنا مش فاهمها سيرش على جوجل يعني، او دور عليها اكتر، انت كل حاجه تلاقيها. بس هو طبعا طالما في انديكيتورز كتيره كده فالفايل ده بيكون سسبيشس اكتر يعني. حتى لو انت ما عندكش هنا، خد بالك اي فيندور عمل له ديتكشن، فاحنا هنا بنساعدك بكذا طريقه للديتكشن. اول حاجه فيندورز، انتي فايروس فيندورز، تاني حاجه ساند بوكس اناليسز او فلاجز، تالت حاجه اي دي اس رولز، رابع حاجه سيجما رولز، خامس حاجه يارا رولز. ففلت من ده، مش هيفلت من كل ده. نيجي بقى للديتيلز، دي الهاشز بتاعته، ده الكرييشن تايم. طبعا الفايل سايند هنا هيقول لك ان هو سايند، بس واضح ان هو مش سايند. ده التايم ستامبس بتاعته، كريتد امتى، اول مره حصل له سبمشن امتى، فده تعرف هو طازه ولا قديم، في الاناليسيس بتاعه سفيشنت ولا لا، وكل ده طبعا احنا اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده يعني. الريليشنز بقى، ده رانسام وير شور خلاص من الديتكشن يعني. طيب تعال نشوف الريليشنز بتاعته. بص الريليشنز بتاعته دي فايلز كلها، خد بالك مش ديفايند ان هي ماليشيس، بس خد بالك تشيك دوت بي واي ده ممكن يكون مثلا ان هو بيتشيك حاجات معينه، هو الفايل نفسه البايثون سكريبت نفسه مش ماليشيس، بس هو بيبتدي يعمل حاجات ماليشيس، زي مثلا ان هو ايه، يتشيك مثلا ال يتشيك مثلا الكونكشن، تريك كونكشن، هو الفايل نفسه مش، او داونلودر، الفايل نفسه مش ماليشيس، ما بيعملش حاجه ماليشيس، بس بيليد لماليشيس اكتيفيتي. فكل الحاجات دي ممكن تعتبرها كاي سيز وتبتدي تسيرش عنها. خلاص انت المفروض انت فهمت قصه الريليشنز دي. اي بيز، بص الاي بيز في حاجات مش كاتيجورايزد از مالور، بس انا اقدر بقى ان انا ايه بالريليشن عرفت ان في مالور بيكونكت مع الاي بيز دي، خد بالك. طب ادي برضو جراف هنا بيكون بيكونتاكت دومين، احنا ما عندناش، ما لقيناش دومين ولا لقينا، لقينا بيكونتاكت مع دومين، ده الدومين ده خد بالك تبع مايكروسوفت، فهو ممكن بيرسولف حاجه من عليه مش اكتر يعني. هتلاقي بقى هنا البيهيفير، البيهيفير ده ايه بقى؟ هنا عند حضرتك ساند بوكسز، بص كام سنة، سبعة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ايه سبعة، سبعة ساند بوكسز بيبتدي يقول لك الاناليس. حضرتك حطيت لي هاش بس، انت ما حطيتش فايل، سبعة ساند بوكسز بيقول لك الاناليسيس بتاعه عندك. طبعا طبعا احنا اتعلمنا ازاي نشتغل على ساند بوكس في الحلقة بتاعت ان ران، فحضرتك لو مش عارف ازاي تتعامل مع الحاجة دي تقدر تروح تشوف. خلينا نراجع عليها في مثلا هنا مايكروسوفت انترنال، هنا دي بيشغل المايكروسوفت انترنالز تول زي مثلا سيسمون لوجينج، بروكمون والحاجات اللطيفه دي. فهنا بيقول لك ان في ترافيك للاي بي ده، ده طبعا من طريق الساند بوكس. بعد كده بيقول لك في فايلز دروبد، الفايلز دي حصلها دروبنج. بعد كده بيقول لك ان حصل ده الشيل كوماند، ده مثلا الاكسكيوشن حصل بتاع اهو من اكسبلورر، فده المالور نفسه وهكذا. ساند بوكس تاني، تعال نشوف مثلا اول واحد ده، هنا دي التشينجز مثلا اللي حصلت في في ريجستري كيز. هنا بقى بيقول لك ان بروسيس اند سيرفيس اكونت، هنا واضح هو بيس ادمن بيديليت الشادو كوبي، بيديليت الشادو كوبيز بتاعت الويندو بتاعت الفوليوم. طبعا لو مش فاهم ايه بيديليت الشادو كوبي ده، ده بقى حاجه تانيه انت ممكن تسيرش عليها يعني، او انت مثلا عندك كوماند معين، الكوماند مش فاهم بيعمل ايه، خده على جوجل وسيرش هتلاقي اكتر من ريفرنس بيقول لك الكوماند ده بيعمل ايه. وهكذا. طيب ده كده البيهيفير، زي ما قلت لك لو انت عندك مشكله، اي مشكله في حته البيهيفير دي مش فاهمها، روح للحلقه بتاعت ان ران هتلاقي فيها الشرح للبيهيفير على الساند بوكس. طبعا تو تابس دول جداد، والحته بتاعت الديتكشن الكلام السيجنتشرز دي كلها جديده، فكل دي كلها حاجات جديده في ايه، في فيرستوت. هنا بقى الكوميونتي، كوميونتي هل الناس مديه، بص بقى الكومنتس بتاعت الناس بيقول لك ده لوك بيت رانسام وير،
هنا في اليار سيجنتشر ماتشنج اليو اس سي باي باس وهكذا. فالكوميونتي برضو مفيد في ان احنا نقدر نفهم المالور ده او المالور ده بيعمل ايه او ايه الكاتيجوري بتاعته. انا عارف ان ممكن اكون بكروت، بس انا بس باخدك ايه، مش كرواته والله، على قد ما هو ان هو انا في وقت للسيشن، وفي نفس الوقت احنا عايزين ناخد يعني بس اقول لك وجهة نظري في الانفستيجيشن، وحضرتك طبعا بتكسبلور براحتك يعني. طب احنا معانا حاجة تانية هنا؟ لا ما معناش حاجة تانية. فاحنا كده المفروض اكس فورس. وتالت حاجة طبعا هنا الحتة اللي انت بتسيرش فيها، سواء بتسيرش بالاي بي ادرس او باليور ال او بالفرنابيلتي او بالام دي 5 هاش او اي هاش يعني. انت بتحط هنا الهاش يعني، سواء بقى ام دي 5 شا 1 اي حاجة. وهنا بقى زي ما بقول لك هما بيعتمدوا على التيمز بتاعتهم. دي الريبورتس مثلا بتاعت الثريت انتليجنس تيمز، ثريت اكتيفيتي ريبورت، ثريت جروب. هنا الجروبس، فانت بتبتدي تخش مثلا كده هتلاقي بيبقى بريف بالاي سي ديسكريبشن بالاي سيز اللي موجوده للجروب ده، ايه التارجت بتاعته. فطبعا احنا مش ده مش استخدامنا الاكس فورس، ولكن فرضا ان انت حابب تستخدمه في حاجه زي كده، فهو افيلبل عندهم حاجه زي كده عن طريق ثريت انتليجنس تيم بتاعهم. عندهم تيم للمالور اناليسيس برضو، وفي طبعا شويه ريبورتس بقى لطيفه هنا كده. وده الايرلي الايرلي وورنينج، دي الحاجات اللي هي ديسكفرد من ما فيش يعني. في حاجه هم من ده الدومين ريجسترد من ساعه اصلا يعني، وهم راح عاملين له ديسكفري على طول، اللي هم من 19 مايو، بس هم عملوا ديسكفري ما فيش يعني مره واحده خلاص. هم عملوا له من اقل من ساعه ان هو لا في مشكله، الدومين ده في مشكله. ودي بتكون حاجه طبعا لطيفه ان انت ممكن حاجه لسه معموله طبعا مش هتلاقيها على اكس على حاجه زي مثلا فيروس توتال يعني. خلينا مثلا نشوف حاجه زي كده، شوفها هنا على فيروس توتال او هتلاقي كلين يعني. حتى في الديتيلز مفيش ريليشنز، ممكن ما تلاقيش حاجه. ليه؟ لان لسه مفيش سبميشن اصلا للفايل اللي يطلع بيكومنيكيت مع مع الدي جي اي سيرفر ده مثلا. طيب خلينا نرجع تاني. هنا بقى الحتة اللي بنحط فيها الهاشز والدومينز والاي بيز. خلينا نبدأ بالسي ان سي دومين. طيب احنا خلينا نراجع بس مع بعض الاول. احنا قلنا ابيوز اي بي داتابيس بستخدمه في حالة ايه؟ ان اي بي بيعمل عليها سكاننج، هو اكتر سورس اوف انفورميشن انا بحب اعتمد عليه في الحاجه دي. ان اي بي جيب عليها سكاننج، اي بي باعت لي فيشنج ايميل، اي بي اي بي بيحاول ان هو بروت فورس، اي بي بيحاول ان هو يعمل بورت سكان. اي اي بي جاي من بره داخل لي ليه؟ لان انا بيكون بيزد على السبمشن بتاعت الناس، والناس بتخش تسبمت عليه كتير قوي يعني، هو مشهور قوي في الحته دي. طيب فيروس توتال انا بحب اعتمد عليه اكتر في الهاشز زي ما وريتك كده، وبرضه بحب اعتمد ساعات على اكس فورس اكتر من فيروس توتال يعني. خليني اقول لك الكيسز لما نروح في اكس فورس، بس انا فيروس توتال بحب في الدومينز في الهاشز في اي حاجه موجوده انترنال عندي طالعه لكوميونيكيشن بره. فانا فيروس توتال بالنسبه لي بيكون هو نمبر 1 في حاجه زي كده. طب عند اي بي بيعمل سكاننج، نمبر 1 بيكون اي بي زي اي بي داتابيز، تاني حاجه بتكون عندك بتكون ايه؟ اكس فورس مش فيروس توتال. يبقى انا تاني فيروس توتال بستخدمه في ايه؟ في اي كوميونيكيشن من جوه لبره. حتى لو انا لقيت مثلا الدومين ده اللي هو اللي انا شاكك فيه مش ماليشيس، بشوف حاجه زي الريليشنز. حتى لو الفايل مثلا السبميشن بتاعته ما فيش اي انتي فيروس مسكها، لا عندك بقى السيجنتشرز، عندك عندك سيجنتشرز اللي هي الرولز اللي احنا شفناها، عندك البيهيفير، عندك الريليشنز، كل الحاجات دي تقدر تفشها من فيروس توتال. فعشان كده انا بفضل فيروس توتال في المالورز وفي الكوميونيكيشن اللي هي من جوه للسي ان سي سيرفر او سي ان سي اي بيز او دومينز. طيب خلينا ناخد بقى اول الدومين ده ونشوف الاناليسيس بتاعه على اكس فورس. بص انا بعتبر اكس فورس هو لامم كل بقى الحاجات دي كلها، بس خلينا مثلا نشوف حاجه زي كده. لو انا ما عنديش ريبورتنج عنه او ما عنديش عنه ديتيلز من الثريت انتليجنس تيم بتاع اكس فورس، وده في الغالب بيكون موجود هنا زي ما انت شايف كده، مش هتلاقي اي حاجة خالص.
الدومين كان قبل كده متحدد ان هو سبام، بعد كده شالوا السبام بتاعه. طبعا بعتمد، بقول لك بقى يعني انا برضه هنشوف التايم لاين دلوقتي. ولكن ما فيش اي حاجه خالص بتقول لو انا ما عنديش، طبعا دي هتلاقي ان هو unknown بالنسبه لهم، فانا مش هقدر اديتكت، ما عنديش ريليشنز، ما عنديش الكلام ده كله. تعالى بقى نشوف التايم لاين. التايم لاين فكرته ان هو بيقول لك الدومين ده كان معمول له كاتيجرايزيشن امتى وايه. يعني مثلا الدومين ده كان معمول له كاتيجرايزيشن يوم 9 ابريل، لا من اول يوم 4 مارس 2017، ان هو جنرال بيزنس. وارد يكون على فكره اتساب وحد جه اشتراه عملوا حاجه مليشيس، يعني كان حاجه كلين اصلا، كان جنرال بيزنس جنرال بيزنس جنرال بيزنس. بعد كده بقى سبام يو ار ال من يوم 17 اغسطس. طيب ليه اتعمل له كده؟ بص بيقول لك انا عملت له اول مره ان هو جنرال بيزنس بيزد على الريزون بتاعي سيرد بارتي فيتس، حد سيرد بارتي دي ممكن تكون فيروس روتر، ممكن يكون انتي فيروس برود فيندور، فاهم؟ فبقول لك امبورتد فروم سيرد بارتي فيد. طيب هنا ده اكتر اناليسز، هو عمل اناليسز للهويز داتا، اي اي اناليسز اوف هويز داتا، خد بالك اوف هويز ريجستريشن داتا، فراح قال لك ده سبام يور ال. طب هنا لما شالها برضو شالها بيزد على الايه؟ الاكتور اناليسيس. فخد بالك قوي السبب اللي هو عامل له كاتيجوريزيشن عليه ده مهم قوي قوي، عشان تقدر تقول ده الكونفيدنس بتاعته ايه، وتقدر تريليبل على حاجه زي كده. هنا طبعا الدي ان اس ريكوردز او بيرسولف الاي بي معين المالورز اللي موجوده عليه، لو هو شاف اي ريليشن، زي ما انت شايف هنا مفيش ريليشنز للدومين ده، عكس زي ما شفنا في انفكس فوق في فيروس توتال كان كتير جدا، عشان كده بحب استخدم فيروس توتال. ساعات اكس فورس بيجيب وساعات وما يجيبش فيروس توتال، خد بالك برضو في الحاجات اللي احنا في الايرلي وورنينج اللي شفناها برضو. طيب ركز قوي ان احنا مش هنستخدم حاجه وحاجه التانيه، لا يعني ممكن استخدم فيروس توتال وده في الحاجات اللي من جوه لبره زي ما قلت لك. طيب خلينا نشوف بقى السي ان سي اي بي. السي ان سي اي بي حطه كده. بص بقى هنا هتلاقي برضو ليه اكتر حد متكلم عليه، او في موجود في اكتر انكلودد في اكتر من ريبورت، وهتلاقي هنا بقى بيقول لك دي الكاتيجوريزيشن بتاعته، من ضمنها ان هو كريبتو كرنسي مايننج، لان زي ما قلت لك ان الاي بي وارد يكون محطوط عليه اكتر من دومين، فبيقول لك هو محطوط عليه دومين بتاع شوبينج، وفي 43% استخدام بيكون كريبتو كرنسي مايننج، و43% بيكون كومن كنترول، 43% بيكون انونيميزيشن سيرفيس. طيب تعالى بقى نشوف الكاتيجوري، والكاتيجوري دي اتحطت ليه، خد بالك. طيب هنا بقى ده التايم لاين، ده التايم لاين ايه بتاع ده، طبعا احنا قلنا ده اي اي بي صح كده، ده اي بي، ده التايم لاين بتاعه. خلينا نقلل كده عشان بس نشوف تايم لاين على كبير. هنا انونيميزيشن سيرفيس، بص كونتنت فاوند اون مالتي هوستر، مالتي هوستر اللي هم الاي بي الدومينز، فعشان كده انا عملت لك يعني انا لقيت كاتيجوريز، ما لقيت مثلا 43% من السيرفرز اللي عليه هم اصلا كومن كنترول سيرفرز. فهنا راح ايه امتى بقى، بص هنا ده راح عامل له كاتيجوريزيشن از مالور امتى، 7/2017 ده مالور. طب بعد كده امتى بقى كومن كنترول، زي ما انت شايف كده في التايم لاين من امتى، بص برده من 7/2017. طيب امتى كان كريبتو كرنسي ماينر او مايننج، اهو 15/2019. التايم لاين ده مهم جدا جدا جدا، والكاتيجوري بتاعته ايه دلوقتي مهمه جدا جدا جدا. طيب هنا زي ما قلت لك هو بيشوف، قال لك ليه الريزون بتاع الكاتيجوري اللي هو عملها كاتيجوريزيشن ده، عشان هو الكونتنت اللي عليه او الحاجات اللي هما الدومينز اللي عليه دي بيزد عليها هو قادر ان هو يحدد الكاتيجوريز بتاعته. بص عليه كام دومين، 9600 دومين تقريبا، يعني 9600 دومين محطوطين عليه، طبعا منهم الشرير ومنهم المحترم وهكذا. فهمت بقى فكره ان ليه الاي بي ممكن يكون انا مش قادر اعتمد على الريبيتيشن بتاعت البي ان اي بس تلاقي سبام من الجنرال بيزنس، لان في الاخر الدومين هو اللي بيحدد لك. طيب دول برضه السبنس بتاعته. السكاننج اي بي زي ما شفنا، السكاننج اي بي ده احنا شفناه ما كانش موجود ري ريبيتيشن خالص على اكس فورس، بس وارد تلاقي وفي الغالب بتلاقي السكاننج اي بي بيكون مش موجود برضو، خد بالك على مثلا ابيوز،
وممكن تلاقي اكس فورس برضه، لان هو بيعتمد على هو حاطط هاني بوتس. هاني بوتس دي مثلا حد بيجي، هل حد بيجي سكان عليها، هل حد بيحاول يبروت فورس مثلا سيرفيس معينه، ويبتدي ان هو يكاتيجرايز الاي بي ده بيزد على الهاني بوت اناليسيس. مهم جدا جدا خد بالك. طيب بالنسبه بقى للايه، للهاش ده، خد بالك الهاش ساعات ما تلاقوش موجود على فيروس توتال، وساعات تلاقيه موجود ايه على اكس فورس. يعني ممكن تلاقيه مش موجود على فيروس توتال بس موجود على اكس فورس. بص هنا موجود على اكس فورس، معموله ماليشيس اكس فورس مالور ريبورت، بيزد على اكس فورس مالور ريبورت. الناس بتوع مالور اناليسيس بتوع برضه راحوا عاملين لهم اناليسيس، وقال لك ان هو ايه، ان ده مالور ريليتد بلوك بيت 2.0 رانسام وير جروب اي او سيز. اتمنى احنا كده خلصنا. اتمنى ان انت تكون استفدت من الحلقه دي. انا عارف ان ممكن تكون حاسس ان احنا ايه يا عم، احنا عدينا بسرعه قوي، بس انا الغرض مش ان احنا نمشي ستيب باي ستيب، الغرض ان انا بس اوريك الفيتشرز واقول لك انا بفكر في ايه لما باجي استخدم الويب سايتس او الثريت انتليجنس بلاتفورمز اللي زي اكس فورس وابيز اي بي داتابيز وفايروس توتال، وامتى بعتمد عليهم في كل فيلد عندي، او في كل يعني كل بروبريتي، او كل فاليو. اتمنى ان شاء الله انت تكون استفدت من الحلقه دي. لو عندك اي سؤال طبعا سيب لي كومنت. لو في حلقات انت شايفها مش موجوده في سوق انفستيجيشن انت بتحتاجها في شغلك، ارجوك عرفني في الكومنتس وانا ان شاء الله هضيفها. شكرا جدا لك.